ما حكم معادات الولي؟ يحرم معادات الولي أي اتخاذه عدوا ومحاربته كأبي بكر وعمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، رواه البخاري، أي أعلمته أني محارب له. والولي هو المؤمن المستقيم بطاعة الله، أي المؤدي للواجبات والمجتنب للمحرمات والمكثر من النوافل. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا.